انا دايما مراهن على الشباب، ودايما بقول انه الحوار معاهم ممتع ومفيد جدا جدا جدا، وانه احنا لنا ستايلنا وطريقتنا، وهم الحقيقه رايحين في سكه تانية خالص بطريقتهم باسلوبهم ب يعني مداومتهم باطلاعهم. فلازم نفضل نجاري الزمن ونجاري العصر عشان نقدر نلحق بالتكنولوجي والتقدم اللي موجود من خلال نجومنا اللي موجودين. وعلى فكره انا كنت كتبت من فتره كده على انه متابع الناس كلها، وانه كل شويه هيبقى عندي واحد من الضيوف، وقعنا على ضيف تاني مش هعلن اسمه النهارده، لكن حد موجود على اليوتيوب بيقدم محتوى اكتر من رائع، وان شاء الله قريبا هيكون ضيف معانا. والحقيقه بشكر اداره النادي الاهلي اولا، وبعدين اداره القناه هشام جمال، لانه بنقعد كل يوم نقعد نتكلم في اسماء ونقعد نجيب حاجات على اليوتيوب في الاخر بنوصل لناس الحقيقه جيده ومحترمه، وان شاء الله هتكون اضافه لقناه النادي الاهلي. يلا بينا نرحب بضيفنا العزيز دكتور احمد ثابت. مساء الفل. مساء النور على كابتن احمد، ودايما متالق. نورنا ومشرفنا. الشرف ليا يا كابتن احمد. بلال محسن مساء الفل عليك. مساء الخير يا كابتن، طبعا اهلا بحضرتك واهلا بكل الساده المشاهدين، وبنبقى سعداء دايما واحنا مع حضرتك. وانا يعني اكتر سعاده. انت عندك النهارده قضيه مهمه، وانا فعلا مش شايف الناس مديها احترامها الشديد، يعني اللي هو استفتاء افضل لاعب في افريقيا سواء على مستوى افريقيا او على المستوى المحلي، وملاحظات كثيره جدا داخل هذا الاستفتاء. وعارف ان حضرتك مع دكتور احمد مجهز لنا حاجات النهارده اكتر من ممتازه. خلينا نبدا سخنين، وبعد كده انا عارف الدكتور احمد عايز يتكلم في الدوري وفي زيد وفي الاهلي وفي عنده خبر حلو كمان لجمهور النادي الاهلي. يعني النادي الاهلي طبعا في التصنيف، موقع العالمي فوتبول داتابيز، يس، ده بيطلع تصنيف كل شهر تراكمي. موقع ايه يا فندم؟ فوتبول داتابيز، ده موقع متخصص بالتصنيف الانديه يعني على مستوى العالم. معانا كده حبايبنا ولا ده موقع عالمي؟ لا موقع عالمي يا فندم، مش كالصفيح يعني. موقع عالمي بيحط النادي الاهلي في يعني التصنيف بتاريخ يوم 4 نوفمبر. النادي الاهلي على المستوى العالم بيحتل المركز رقم 45 على مستوى العالم. على مستوى العالم. افريقيا الترتيب في الاول طبعا، مصر الاول. الاول افريقيا. الاول افريقيا والاول على مصر، وال45 على العالم، والثاني عربيا بعد الهلال السعودي. قدامنا الترتيب ده اول خمس انديه في افريقيا. الاهلي الاول، الثاني ب 1720 نقطه، الثاني مولودي سان داونز 1634 نقطه، الثالث الترجي 1611، الرابع مازيمبي ب 1577، الخامس بيراميدز ب 1566 نقطه. 65 نقطه. لا 1565 اهو، مظبوط كده؟ انا قلت حاجه غير كده؟ طيب دول الخمسه الاوائل. وبعد كده الجيش الملكي، الرجاء، بترو اتليكو، الهلال، الوداد، الزمالك. الزمالك بيجي في المركز رقم 11 على افريقيا. بيراميدز في الخامس افريقيا وال 175 على العالم. نعم. الزمالك ال 11 على افريقيا وال 274 على العالم. نعم. قدامنا برضو التصنيف اهو، الزمالك 274 على العالم وال 11 افريقيا والثالث على مصر. بيراميدز تفوق على الزمالك. بيراميدز كده بسبب وصوله في ان هو بيلعب دوري ابطال افريقيا. دوري ابطال يعني نظام النقاط بيروح للفرق اللي بتشارك دايما باستمرار في دوري الابطال، بيبقى ليها افضليه في النقاط اعلى من اللي بيشارك في الكونفدراليه. نعم. هاتوا بقى الاول عالميا كمان، الاول عالميا دلوقتي على العالم في الموقع مانشستر سيتي. نعم. ب 2088 نقطه، الثاني ريال مدريد، الثالث برشلونه. طبعا عمل قفزه كويسه، احتل المركز الثالث. كسبان دلوقتي في بطوله اوروبا كمان. انتر ميلان، ليفربول، دول اول خمسه. طبعا النادي الاهلي في ال 45 متفوق على انديه بحجم مين؟ مارسيليا الفرنسي، جيرونا الاسباني، ريال بيتيس، بورنموث، متفوق على مانشستر يونايتد، يعني مانشستر يونايتد تحت الاهلي رقم 50. ما شاء الله. في انديه كمان برضو ريفر بليت تحت الاهلي، في انديه من البرازيل، انديه كتير. لا ده دي الانديه دي من السادس لل 14 طبعا. السادس الارسنال، السابع بايرن ليفربول، سبورتنج لشبونه، بايرن ميونخ، باريس سان جيرمان، اتلانتا الايطالي، دورتموند رقم 12، لايبزيج رقم 13، بورتو 14. نعم. فالنادي الاهلي في يعني ما شاء الله متفوق على انديه زي مانشستر يونايتد وزي بورتو. جميل. انديه عالميه كتير. كالعاده الاهلي مشرفنا ورافع راسنا. خليني ارجع لك تاني يا بلال، عايز اتكلم شويه على الاستفتاء ده، لانه في ظاهره قد تكون بتحدث لاول مره، ان في اربع حراس، في مصطفى شوبير، في امان الله مميش،
وفي رونين ويليامز واسامه بنبوت حارس مرمى اتحاد العاصمه. نعم. بالظبط. يعني ده الاختيارات افضل 10 لاعبين داخل قاره افريقيا يا كابتن. وده يعني بيدي مؤشر، وان كنا بنختلف مع الاختيارات، لان احنا حتى لما نيجي نبص للاسماء اللي موجوده في اسماء افضل منها كانت ممكن تبقى موجوده في العشر. نعم. يعني في العشر المرشحين، لكن لما تلاقي يا كابتن اربع حراس مرمى في افضل في قائمه بتضم 10 لاعبين فقط، الموضوع بيقول ان في اصبح في ندره في المواهب داخل قاره افريقيا. انت عارف حضرتك الاتجاه في تالق شديد للحراس، او في تالق شديد للحراس طبعا. نعم. انا عارف ان انا قلت لحضرتك قبل الحلقه. نعم. طبعا اربع حراس مرمى. نعم. اكيد حضرتك هتدينا طبعا المدلول الكبير لتواجدهم في القائمه. طبيعي اهم مدلول ان مصطفى شوبير فيه. لسه كنت هقول لحضرتك هو الاقرب ان هو ياخد الجايزه. يا رب ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. بضحك طبعا يا جماعه. الاتجاه يا كابتن اعتقد ان ندره المواهب داخل قاره افريقيا مؤشر كبير ان الانديه حتى بتخرج المواهب الصغيره بدري. ده صحيح. والدليل ان عبد العزيز عيسى اللي موجود في قائمه افضل 10 لاعبين داخل قاره افريقيا. دريم الغاني. بالظبط. بيلعب في اكاديميه دريمز الغاني اللي كانت واجهه نادي الزمالك. انتقل عبد العزيز عيسى كابتن لصفوف برشلونه الاسباني منذ ايام. لاعب مميز جدا. كان معروض على الانديه المصريه. بالظبط. كان في كلام هنا ان هو ولكن انتقل لبرشلونه الاسباني. خطوه طبعا كبيره جدا في مسيره اللاعب. عنده 18 سنه. 18 سنه. لاعب مميز جدا. كمان موجود جون انتوي اللي كان ليه تجارب هنا مع النادي الاهلي ونادي الاسماعيلي ومصر المقاصه. وصل لرقم كبير داخل الدوري المصري، اكثر من 70 هدف داخل الدوري المصري. انا بالنسبه لي اسمه او تواجد جون انتوي داخل قائمه افضل 10 لاعبين داخل القاره كان مفاجاه كبيره بالنسبه لي. طبعا ياسين مرياح مساك المدافع نادي الترجي، حسين الشحات واحمد سيد زيزو من مصر. طبعا مع مصطفى شوبير. هو بس اللافت للنظر وجود اربع حراس مرمى زي ما قلنا في بدايه الاختيار مع اللعيبه المصريين طبعا حسين الشحات واحمد سيد زيزو. بس لو كان عندنا في مصر 3 من 10 ده حاجه ممتازه. ولكن يا كابتن مثلا يعني كنا لسه بنتكلم انا وثابت واحنا قبل الحلقه كنا بنتكلم مثلا اسم زي محمد عبد المنعم. نعم. كان يستحق التواجد في افضل 10 لاعبين. مروان عطيه مثلا كان يستحق التواجد. نعم. في قائمه افضل 10 لاعبين. بالظبط. علي معلول. علي معلول. نعم. بالظبط. يعني ولكن هو تحس ان هم عايزين يرادوا كل الانديه. لكن مش لدرجه ان انت تاخد. ممكن المنتخب يا بلال بتاعنا في كاس الامم ما عملش نتائج كويسه، فهم حطوا الفرقه اللي اخذت دوري ابطال افريقيا، يعني اللي وصل نهائي دوري ابطال افريقيا واللي وصل نهائي الكونفدراليه في الاهلي مصطفى شوبير، عشان طبعا عمل هو كان لاعب احسن لاعب في دوري ابطال افريقيا. بالزبط. كان مصطفى شوبير، فهو الاقرب من وجهه نظري. هو احسن لاعب هو الاقرب. اللي هيخش حاجه ساعه يا ابني هنا. حاجه ساعه يا ابني هنا. لا كنت خليهم اتنين حاجه ساعه عشان انا قايل لمصطفى من قبل هات صندوق حاجه ساعه كده يقول لك صندوق بيبسي. يلا هو عشان اخد هو احسن لاعب في دوري ابطال افريقيا. مين اللي ممكن ينافسه؟ زيزو هيبقى صعب عشان هو كونفدراليه. بالظبط. حسين الشحات برضو اداؤه ما كانش زي مصطفى في البطوله دي. ممكن ويليامز. ليه ويليامز؟ لان هو بس فرقته في صن داونز ما عملش حاجه مع المنتخب. مع المنتخب اخد مركز ثالث. فهو اللي ممكن ياخد تاني بعد مصطفى شوبير. نعم. لو هنتكلم بالعدل كمان هيبقى رقم 1 مصطفى شوبير، رقم 2 ويليامز، رقم 3 بقى هتحط ممكن تحط زيزو في الكونفدراليه. امان الله مميش برضو. امان الله مميش تاثير كبير مع الترجي في وصول الحراس صعبه شويه. الترجي احنا بنتكلم على مستوى التاثير. نعم. يعني اعلاهم تاثيرا. صحيح. يا كابتن او اعلاهم مصطفى شوبير كاداء فردي. نعم. بالظبط. امان الله مميش الاثنين كان عندهم الافضليه الكبيره طبعا مع زمايلهم. نعم. لكن على المستوى الاداء الفردي الاثنين دول تحديدا كان عندهم بالظبط كان عندهم دور كبير قوي في وصول فرقهم. ويليامز زي ما الدكتور قال موضوع المنتخب ممكن يخدمه شويه. اعتقد ان عبد العزيز عيسى ووجوده ممكن يكون بعد كده بقى يخش ضمن قائمه الافضل اللي احنا هنروح لها بقى دلوقتي. نعم. وهي قائمه افضل لاعب افريقي. نعم. القائمه كابتن شهدت مفاجاه، ابرز مفاجاه طبعا هي غياب محمد صلاح لاول مره. نعم. من 2017. Yeah. يعني محمد صلاح لاول مره باسمه ما بيبقاش موجود. محمد صلاح حصل على مرتين ولا ثلاثه؟ مرتين تقريبا. ساديو ماني مرتين. مرتين. وحتى فيكتور اوزمن مهاجم نابولي اللي انتقل لجالاتا سراي الموسم ده اسمه كمان مش موجود باعتباره هو يعني هو حامل اللقب او اخر واحد حصل على الجائزه. لما نيجي نشوف اسماء ريما دياز ما لحقش يلعب مع المغرب قوي. لا يعني بعد ما اتجنس يعني ما لعبش شهرين او ثلاثه او دخل 6 شهور تقريبا. تعلق شويه مع ريال مدريد بس يعني ايه ما نورش قوي. بالظبط. فلما نيجي نشوف يا كابتن ابرز الاسماء اللي موجوده
في ثلاثي عربي موجود في القائمه طبعا، اشرف حكيمي بيتواجد في القائمه. هنا بقى انا بنتكلم على مستوى القاره، افضل لاعب افريقي بقى بصفه عامه، افريقي العشرة قدم لنا العشرة والدكتور ثابت يساعد معاك. العشرة طبعا ابرزهم اشرف حكيمي زي ما قلنا لاعب منتخب المغرب ولاعب البي اس جي. اشرف حكيمي يا كابتن شايف ان هو كان يستحق الجائزه الموسم الماضي باعتبار ما قدمه مع منتخب المغرب في المونديال؟ أوزمين مع نابولي علشان خاطر طبعا الدوري التاريخي اللي نابولي اخذته. كمان موجود امين جويري لاعب منتخب الجزائر ولاعب نادي رين الفرنسي، لاعب هايل. سفيان رحيمي بقى كابتن، والاقرب كمان لوكمان. احنا هنتكلم احنا بنستعرض الاسماء دلوقتي. سفيان رحيمي طبعا لاعب منتخب المغرب ولاعب العين الاماراتي باعتبار ان هو توج بلقب هداف الاولمبياد ولقب طبعا الميداليه الذهبيه وكمان دوري ابطال سوري الميداليه البرونزيه المباراه ما تتنسيش وكمان دوري ابطال اسيا مع العين. لما نيجي نتكلم كمان يا كابتن على ايكونج مثلا مدافع منتخب نيجيريا، اعتقد ان هو تواجد في القائمه بسبب فوزه مع منتخب نيجيريا طبعا بكاس الامم وكان هو اللاعب الافضل. لا خدوا مركز ثاني سوري هو فاز وصل النهائي مع نيجيريا خسروا امام كوتيفوار بالظبط وهو فاز بلقب افضل لاعب في في البطوله. مزبوط. ايكونج موجود معاه بقى لوكمان وده المرشح الابرز طبعا لوكمان يعني احرز هاتريك واحرز هاتريك كمان في مباراه نهائي اليوروبا ليج امام باير ليفركوزن الهاتريك الشهير. لوكمان واحد من افضل اللاعبين داخل منتخب نيجيريا يعني وهو المرشح الابرز للتتويج بالجائزه باعتبار ما قدمه مع المنتخب. صحيح. وصل فاينل ومع النادي بتاعه قدر يحصل على بطوله اوروبيه كبيره زي اليوروبا ليج. بتروح لمين يا دكتور؟ لوكمان يعني لوكمان. زي ما قلت مصطفى شوبير افضل داخل القاره غالبا الاقرب لوكمان. ليه؟ لان هو اللي حقق انجازات اكتر، هو اللي وصل نهائي كاس الامم الافريقيه مع المنتخب لسه جايب جون دلوقتي في الشوتجارت لوكمان يعني ماشي بشكل كويس يعني. جدا نعم. واخد اليوروبا ليج مع اتلانتا عامل موسم كويس جدا هو اقرب لاعب ان هو ياخدها. في لعيب تاني سيمون ادينجر اللي هو لعيب كوت ديفوار برايتون ده الاقرب ان هو ياخد افضل لاعب صاعد افضل لاعب شاب او افضل لاعب صاعد. اشرف حكيمي لا سنه ما بقاش افضل لاعب شاب يعني ودينجرا بالمناسبه كابتن اخذ جائزه افضل لاعب شاب في بطوله امم افريقيا الماضيه صاحب هدف التعادل الشهير امام نيجيريا في الدقائق الاخيره اللي اعاد مره ثانيه الكوتيفوار لاجواء قبل ما تحرز بالظبط قبل ما تحرز نيجيريا بتستعد لرفع البطوله كاس بالظبط بالظبط دينجرا لاعب برايتون لاعب غالبا هو اللي هياخد افضل لاعب صاعد هو الاقرب. اشرف حكيمي وسفيان رحيمي مشكلتهم المنتخب بتاعهم برضو نفس مشكله صلاح يعني ان انت المنتخب بتاعهم ما عملش انجاز في كاس الامم. اشرف حكيمي يعني الميداليه البرونزيه ما تشفعلوش المستوى الرائع اللي بيقدمه في ممكن يبقى من اول ثلاث الحقيقه ترشيحه النهارده ريال مدريد بيتخانقوا عليه والناس كلها بتتصارع عليه واحد من افضل الظهراء طبعا من افضل الظهراء وعمل اولمبيات هايله مع منتخب المغرب بس لوكمان ممكن يبقى اشرف حكيمي في اول ثلاث بس لوكمان الاقرب يعني الاقرب بكتير لان كمان منتخب المغرب يا كابتن ما عملش حاجه في كاس الامم في الكاس الامم حاجه عجيبه جدا المغرب عندها خصام عنيف مع كاس الامم يعني 76 خدوها وكانت بنظام الدوري ومن ساعتها ما خدوش السنه دي على ملعبهم السنه اللي هي دي على ملعبهم نظمت على ملعبهم برضه 88 وخسروها حاجه غريبه جدا فهو المغاربه يعني يقول لك طب وبعدين عندهم منتخب اولمبيا كابتن احمد فظيع يعني انت عندك منتخب اول قوي جدا والمنتخب الاولمبي قوي جدا فانا شايف البطوله هتبقى صعبه ولا ملعبهم يعني هم المرشح الاول المدرب محلي في المنتخب الاولمبي وايضا وليد الرجراكي لكنه تتوقع انه يكون منافسه محتدمه يعني مش هنعرف الا في اللحظات الاخيره بالظبط الحفله تقريبا هتقام 16. يوم 16 في 16 مدينه ديسمبر. مراكش المغرب في المغرب هي بس الفكره ان احنا يعني الحزن داخل اوساط الكره العربيه والمصريه تحديدا على غياب اسم محمد صلاح يا كابتن مقارنه بالاسماء اللي احنا استعرضناها مع كامل الاحترام مش المركز الاول ما تفرقش معايا بقى بعد الاول الكل يتساوي صراحه يعني هو صلاح انا نحب طبعا اسمه يكون موجود على طول لكنه هو الصراحه بحب يعني لما كان من ضمن الثلاثه المرشحين لافضل لاعب في العالم ما راحش بالظبط وانا قعدت يعني اناشده روح يا صلاح لان الصوره دي تبقى تاريخيه لما مرتين يبقى ميسي ورونالدو وصلاح واقفين امبابي بيحرص على ده على فكره
فكان نفسي يعني. لكن طب مرموش ما يدخلش من اول 10؟ ممكن الموسم القادم بقى اللي جاي بقى. اللي جاي لا ده مرموش سكته بسم الله ما شاء الله واصله يعني. في جيراسي كمان يا كابتن لاعب دورتموند الحالي لاعب منتخب غينيا، لاعب مميز جدا، كان بيلعب في شتوتجارت الموسم الماضي، كان عنده معدل اهداف كبيره وانتقل لدورتموند الموسم الحالي واحرز هدف دورتموند الاول في مرمى ريال مدريد في التشامبيونز ليج السنه دي. لا القائمه فيها لعيبه مميزه، في تباسوبا لاعب باير ليفركوزن اللي احرز هدف امبارح امام ليفربول وتم الغاءه، لاعب مميز جدا يعني. ده غالبا هيبقى من اول 3 برضه ممكن يعني غالبا، لان هو عامل موسم كويس جدا. احنا يهمنا مصطفى شوبير ياخد افضل لعيب داخل القاره، واشرف حكيمي ياخدها على مستوى افريقيا او امين جويري او لاعب عرض. حكيمي والبتاع البطوله في يعني الحفله في المغرب عشان يجي مدريد يا كابتن وعشان يرجع مدريد. ما تفكرنيش، ما انا لسه ما رضيتش اقول لك قبل الحلقه. ماشي ما خلاص انا فاضي. قفلوا سقف البرنابيو علينا امبارح، قفلوا السقف ده، قفلوا كل الابواب والشبابيك يا عم بلال. ربنا يعدها لنا على خير. والبرشلونه كسبان 2-1 سيرفينيا سيفيزديا في ب 4-1. ليفاندوفسكي جاب كام جول؟ طايح. ورافينيا جاب جونين. ورافينيا، رافينيا ايه رافينيا تحول مع هانز فليك حاجه عجيبه جدا. وبعدين دلوقتي ما بيصعب عليهم يكسبوا 4 يا اما بلاش. خلاص ليفربول وبرشلونه السنه دي عاملين مفاجاه في ظل ان هم صحيح. يعني يعتبر ما عملوش صفقات قويه، بس جابوا 2 مديرين فنيين جداد عملوا اداء هايل الاثنين بصراحه. بس يكمل ليفربول يكمل بس كابتن، مش لازم يكمل قوي، لان احنا رايحين الانفيلد، ريال مدريد رايحه ليفربول الانفيلد الماتش الجاي. مهم بقى في صلاح، لا هنا لا ريال مدريد ولا هزلوا خلاص يكمل صلاح. انسى يا عم الريس. لا لا يا حبيبي انا اخويا على ابن عمي هنا فش فصال. طيب خلينا نخرج من القصه دي. عندكم قصه في تركيا مورينيو؟ يعني جوزيه مورينيو كابتن خرج في تصريحات عنيفه قوي بعد نهايه مباراه فنربخشه. هو اول ما يخسر لازم ايه يعمل لك بوليكا تركي كده. بس هو كابتن هو عنده بعض الحق في الحالات اللي هو اتكلم عليها، لكن تصريحاته كانت قويه قوي. اتهم المسؤولين عن الدوري التركي بالفساد، اتهم الحكام باتهامات صعبه قوي. اظن كان مع ترابزون سبور وكسبوا 3-2 في في الدقائق الاخيره، واحتفل احتفال جنوني. كان عنده تصرفات غريبه شويه في اثناء سير اللقاء، يعني جاب اللابتوب الخاص بيه وحطه امام كاميرا اللي بتنقل المباراه علشان تفضل تعيد ركله متعصف الجزاء ملوش حدود. بالظبط. وهو قال في تصريحات كمان بعد اللقاء، قال ان هم ما اخبرونيش كده قبل ما تولى تدريب فنربخشه، ولو اخبروني ان الوضع التحكيمي كده في تركيا ما كنتش جيت. وده يا كابتن يوريك الحاله، ان حاله التحكيم في الدوري التركي زي بقى عندهم ازمه، زي ما احنا عندنا هنا في مصر ازمه. طبعا حضرتك تناولت الموضوع بشكل يعني مميز في بدايه الحلقه. فجوزيه مورينيو فتح النار على الجميع. على بقول لك انت قلت له نص الحقيقه، ما قلتلوش كل الحقيقه. وبعدين قال لك ما حدش بيتابع الدوري التركي. قال لك لو في واحد بس والعرق التركي بقى اشتغل. ما هو برضه يا كابتن هو استعدل المنظومه الرياضيه عليه. قال لو في واحد بس بيشاهد الدوري التركي خارج تركيا فهو ابني اللي عايش في لندن، وما اعتقدش ان هو يعني يرضي. يعني قال تصريحات قويه جدا يعني ضد تناول المنظومه كلها يعني القائمين. عرضه عايز يخلع. هو يعني مورينيو مش يعني هو ممكن في الدوري مش احسن حاجه، لكن هو طبعا حضرتك عارف ان هو تخصص دوري ابطال، فهم جابوه علشان يبقى عنده مسيره مع فنربخشه في دوري الابطال. خرج في الادوار التمهيديه. فمن وقتها اعتقد ان مورينيو يعني مش متزن بالظبط، مش متزن يعني كما يجب. فاعتقد ان هو تناول الموضوع بشكل كبير قوي، و خد حتى على حسابه. لما تدخل حضرتك على حساباته الرسميه اخذ اللقطات الجدليه اللي كانت في المباراه وكتب عليها لمشاهده المزيد من المقاطع الكوميديه. تعال شوف الدوري التركي. وده انا بشوف ان هو يعني مهما كان واضح انه عايز يزود بالظبط. فثابت بقى كان عايز يدخل من الحاله بتاعت مورينيو على التحكيم المصري. نعم انا رايحين على فين احنا بقى؟ الغريب ان الاول ان طبعا النادي الاهلي الاول طلب خبير اجنبي. الغريب بقى في ايه؟ لا اصحح لك. ايه؟ رئيس النادي الاهلي لم يطلب خبير اجنبي. النادي الاهلي كان هناك اجتماع. ركزوا يا جماعه معايا في الكلام ده، لان انا قلته قبل كده وهقوله تاني. كان هناك اجتماع لل 18 نادي المشاركين في الدوري الممتاز داخل الاتحاد المصري او مع الاتحاد المصري لكره القدم والقيادات الرياضيه داخل مصر، وفتحوا كل الموضوعات. كان نظام الدوري العام ومن ضمن الموضوعات اللي اتفتحت كان منظومه التحكيم الموسم ده. فالنادي الاهلي
قال قصة الخبير الأجنبي وحصل على موافقة كل أندية الدوري العام كلها بالإجماع، قالت نعم. فالسيد جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم قال التحكيم أو لجنة الحكام هذا الموسم بخبير أجنبي، والسيد أحمد دياب رئيس الرابطة قال لك قيادة لجنة التحكيم هذا الموسم لخبير أجنبي. وحزتكم من الشعر بيت، تم الاتفاق بالفعل مع خبير أجنبي لقيادة لجنة الحكام هذا الموسم، ثم فجأة كل شيء تبخر. فالأندية ال 18 ده كان طلبه، من اقترح هو النادي الأهلي ومن بارك كل أندية الدوري الممتاز. بس ليه بقى اللي احنا شايفينه ان ليه في أندية مش عايزة الخبير الأجنبي؟ نعم. رغم ان الخبير الأجنبي ده النادي الأهلي لما بيطلب كده بيطلب العدالة. نزبوط. نادي الأهلي عايز العدالة، مش عايز تقلل الأخطاء التحكيمية الموجودة. نعم. في أول أسبوع في كوارث. نعم. ماتش الزمالك والبنك الأهلي كلنا شفنا ضربة الجزاء الأخيرة. نعم. يعني هي مش ضربة جزاء من وجهة نظر كل خبراء، مش احنا اللي بنقول كمان، ده كل خبراء التحكيم اللي أجمعوا إن هي مش ضربة جزاء. ماتش بيراميدز في أول ماتش برضه قدام بتروجيت، هدف صحيح، هدف صحيح بيتلغي، بتروجيت كان المفروض يكسب، بتروجيت عمل ماتش هايل. ده صحيح. يعني قدم مباراة هايلة. ماتش الإسماعيلي والمحلة. ماتش برضه في ضربة جزاء للإسماعيلي ما اتحسبتش، وفي كذا لعبة في الماتش ده كان في اخطاء تحكيميه. فانت لو بصيت لا في اخطاء تحكيميه كتير. وبعدين اللي حصل التسريب اللي طلع في احد القنوات امبارح، طب فين لجنه الحكام؟ فين اتحاد الكوره؟ هو لجنه الحكام دي معلش مش مفروض ان هي بتحمي الحكام بتاعتها؟ طبعا. طب هي ليه بقى لنا 24 ساعه ساكته لما حكم عندك دلوقتي متهم بان هو في، احنا شفنا ده اللي حصل امبارح ده يعني كارثه. ازاي اللي حصل امبارح؟ ازاي ان حكم، يعني انا دلوقتي انا حكم وشايف اللعبه ان انا بقول عليه ازاي انت جبتني بلال مثلا حكم الفار، بقول لك ازاي جبتني، بعد كده اروح احسب قرار غير اللي انا شايفه. طب ازاي؟ هل في اتجاه ان مثلا مش عايزين يدوا الدوري للاهلي من اول موسم، من اول اسبوع بنقول كده؟ ما دي شخصيه الحكم يا دكتور. طيب يعني سيبك من ده، سيبك من ده، سيبك من هذا الخطا. انا بتكلم يا بلال على الشكل العام، الاطار العام لاداره المنظومه التحكيميه في مصر. النادي الاهلي اول من طلب بخبير اجنبي والانديه كلها وافقت. البعض يقول لك طب ما انا كان عندي السنه اللي فاتت بيريرا وماذا فعل، وكان عندي السنه اللي قبلها مارك كلاتنبرج وماذا فعل ايضا. انا عايز اقول حاجه مهمه كابتن، لو نرجع بس سريعا كده، ان النادي الاهلي كان هيطالب بحكام اجانب، وكان الاتجاه ان النادي الاهلي يطلب حكام اجانب في بطوله السوبر المصري في الامارات، ولكن النادي الاهلي رجع وعلشان لقى ان الاتجاه ان ندي الثقه للحكام في بدايه الموسم جميلة. بالظبط. فالنادي الاهلي انا بقول كده ليه؟ لان النادي الاهلي اثبت حسن النوايا ان هو موافق يلعب بحكام مصريين، وده كان على غير رغبه النادي الاهلي في البدايه، ولكن النادي الاهلي نزل على يعني الاجتماع اللي تم او الكلام اللي اتقال ان احنا في اتجاه علشان ندعم الحكام ونديهم الثقه في بدايه الموسم ببطوله كبيره زي بطوله السوبر فيها 4 مباريات طبعا كانت قويه جدا. لكن النادي الاهلي يا كابتن زي ما حضرتك تفضلت وقلت، ان النادي الاهلي لما يطالب بتنفيذ الكلام المتفق عليه داخل الغرف المغلقه، فاعتقد ان لازم تحترم النادي الاهلي تماما. زي ما قال الدكتور، النادي الاهلي ما بيتكلمش عن نفسه فقط، لما انت بتطلب العداله فانت بتطلب العداله لجميع الانديه، وده شيء يحسب للنادي الاهلي مش يحسب عليه. احنا شايفينه لسه بنتكلم عن مورينيو، احنا مش هنستنى لما يطلع مدير فني اجنبي يهاجم المنظومه، لا احنا بنطالب باصلاح البيت من الداخل. الكلام يا كابتن زي ما حضرتك برضو استعرضت في بدايه الحلقه، ان خلاص متبقي ايام قليله على الانتخابات. لا يا جماعه، انت حضرتك قلت كلام مهم جدا، انت يجب ان يكون حتى المجلس الحالي لو هو ده الختام بتاعه، يجب ان يكون الختام افضل من كده بكتير. لازم بالظبط، لازم تسيب صوره حتى ذهنيه في نهايه الخدمه بقى، ان انت يعني بتاخد قرار حتى ممكن تكون ما كنتش قادر تاخده طول فتره وجودك، هيحسب لك بعد كده. الناس هتفتكرك بيه، لكن للاسف حتى نهايه المده المجلس الحالي مش قادر ياخد قرار قوي، حتى يعني كابتن بلغه الكره كده يورط اللي بعديه فيه، خد قرار قوي، هات يساعد يعني. لا احنا بنقول ايه، ارمي له الكره في ملعبه للي بعدك، يعني هات خبير اجنبي قوي محترم. انا بالمناسبه انا من معرفش رايكم، بس انا كنت من اشد الناس قناعه بجلاتنبرج، حتى لو طبعا يعني انا معرفش كل الناس كانت مقتنعه بيه. هو ده احسن حاجه ان هو كان بيطلع. هي المشكله يا دكتور احمد يا بلال، ان الراجل ده تعاقد معاك وقال لك انا في اليونان وانت وافقت، فبقى شغال ما بين مصر واليونان، فدلوقتي مش موجود في اليونان، فدلوقتي هو فاضي. بعد اتهمته في عرضه وشرفه واسمه. هل صحيح يا كابتن هو رافض يرجع تاني؟ لا مين قال؟ يعني انا ما اعرفش، بس ما سمعتش يعني ما جاتش على
ودانيال كوستا. اتفضل حضرتك برضه على حاجه من اسرار فوز النادي الاهلي بالدوري السنه اللي فاتت. فاكر احنا كنا متاخرين عن بيراميدز بنقاط كتير جدا وكان علينا ضغط. النادي الاهلي اخذ قرار ساعتها بان ماتشات بيراميدز ماتشين بيراميدز وماتش الزمالك وماتش المصري الاربع ماتشات يتلعبوا بحكام اجنبي وهو اللي دافع الفلوس بتاعه الحكام الاجنبي. وساعتها النادي الاهلي كسب يعني كسب ثلاث ماتشات منهم وتعادل ماتش تقريبا او كسب الاربعه. كسبنا الاربعه. كلهم كانوا بتحكيم اجنبي والزمالك بس ما تلعبش فكسبناه بالانسحاب والمصري وبيراميدز الماتشين. فانت كسبت الاربع ماتشات يعني يعتبر ده كان سر من اسرار الفوز بالدوري ان انت جبت تحكيم اجنبي على حكم اجنبي اسرارك. فانت النادي الاهلي بيطالب العداله. هو الحكم الاجنبي مش هيجي يكسبك، هو مش اهلاوي يعني هو مش من ابناء الاهلي مثلا. هو الحكم الاجنبي جاي ليه؟ عشان تضمن العداله. النادي الاهلي بيطالب بالعداله النهارده لما خاصه ان الدوري السنه دي اصعب من السنه اللي فاتت. طبعا نظام الدوري متكلفت متكلفت وبتجمع نقط. يعني النهارده لما بتدي فرقه مثلا ثلاث نقط وصف متكلفت ده حضرتك قلته من كام يوم عجبني جدا. دي حقيقه تلاقي نفسك في الاسبوع ال20 وتلاقي مش هتعرف تعوض بالظبط لان انت خلاص قابلت مثلا الفرقه دي مش هتعرف تقابلها تاني. صحيح فعدد المباريات قل فانا نتمنى بس ان هم ياخدوا قرار عاجل في موضوع الحكام ده ونتمنى ان الاخطاء عندهم اجتماع بكره. اتمنى انه الامر يمشي بشكل جيد. طيب خليني اروح معاك برضو يا دكتور احمد على ازمه التسنين، لان انت دايما ضيف دائم على مباريات الشباب هنا مع كابتننا الجميل كابتن اسامه حسني. انا النهارده عرفت تفاصيل قصه 2009 وانا عشان انت راجل بتذاكر فانا قلت اذاكر لك كمان قبل ما تيجي. 2009 ايه هم بقى ال 70 من 80 ولا ايه؟ 60 من 70 بس هو انا الحقيقه سالت فقالوا لي هم لحد هذه اللحظه شافوا 152 لعيب. تفصيل اهو. الجهاز نفسه شاكك في 60 من 70. كابتن علاء نبيل بعت لي امبارح شويه صور قسما بالله العظيم ثلاثة، واحد بدقن ومش عارف ايه وكده مواليد 2009 ده بجد، والتانية واحد ماشي مع ابنه، يعني واحد بسم الله ما شاء الله قد كده ولد صغير وعامل لي عليها بقى تعليقات يعني 2009 ده يعني 15 سنة بالظبط كده. هوريها لكم في الفاصل عشان بس تبقوا مصدقيني وانا لا اكذب ابدا يعني. فما يكون عندي هو كابتن علاء قال هو ما تاكدش بس قال لك احنا شاكين في 60 من اصل تقريبا نص اللعيبة اللي تم اختارهم، فده في الاوبشن بتاع المنتخب. ما بالك في الدوريات يبقى شكلها ايه يا دكتور احمد؟ لا الدوريات انا بص يا كابتن انا بحلل الماتشات بتاعت الناشئين دي. فرقه 2008 في النادي الاهلي دي احسن فرقه من احسن فرقه في القطاع بمنتهى الصراحه. فيها لعيبه في النادي الاهلي الناس هتسمع عنهم، يعني في مهاجم اسمه حمزه عبد الكريم ده هيبقى من احسن المهاجمين في الاهلي. هايل هداف وبيلعب بشماله وبيمينه وفي بلال عطيه لعيب كويس جدا صانع العاب، في عبد الرحمن رامي مانو وفي حمزه الدجوي، في يعني في اربع خمس لعيبه في الفرقه دي. الفرقه دي احسن فرقه في القطاع. فلما بتحلل الماتشات بتشوف فعلا يعني هو عشان النادي الاهلي مثلا بيلعب بالسن اصل 2008 16 سنه، تيجي تشوف لعيبه تانية فعلا تلاقيهم بدقن فريق تلاقي لعيبه مثلا جسمهم كبير. ف 2008 قضيه التسنين دي طلع فيها 10 لعيبه في الانديه في الدوري سنهم فوق مسنن، يعني سنهم مش 2008 عشان الناس تكون فاهمه، مش سن مش عندهم 16 سنه يا جماعه، السن القانوني سنهم فوق 16 سنه. فده ازاي يلعب؟ مفروض ان اصلا مفروض يطلع قرار من اتحاد الكوره، برضو دي مسؤوليه اتحاد الكوره ان يطلع قرار بالغاء النتائج بتاعه الانديه دي. والله انا ما هممني لازم النتائج ولا هممني البطوله، انا هممني الفير بلاي بس. بالظبط التنافس يا كابتن، يعني مش معقول يا كابتن معلش لما فرقه تاخد البطوله كل السنين ديت بلعيبه مش سنها الطبيعي، وانا النهارده فرقه في النادي الاهلي بدفع عليها مصاريف وبكون ازاي ما تاخدش البطوله؟ موافقك بنسبه 1000%، لكن انا هممني يا بلال انا بشوف في اولياء امور، يعني ام النني دي الله يرحمها ويحسن اليها النني حكى لي البرنامج في القاهره معايا قال لي كانت بتشيلني من المحله لحد النادي الاهلي بالظبط، فبس كان في فير بلاي بالظبط. وبعدين راح على المقاولين العرب وحتى قال انا كان نفسي امي تشوفني وانا كده، ربنا كرمني وربنا كرمه ان شاء الله فضل الله من واسعه. فانت النهارده بتحرم واحد تاني من فرصته بالظبط. يمكن يا كابتن احنا اتكلمنا قبل كده مع حضرتك في حلقات سابقه اتكلمنا عن فكر الانديه اصلا في التعامل مع قطاعات الناشئين، وفكره ان انت بتدفع الناشئ من صغره لفكره البطوله دون النظر لتطور مستواه او هامش التطور اللي عند اللاعب دوت وصل لحد ايه. انت الفكره كلها ان انت زي ما شفنا الخناقه الشهيره لما نزل لعيبه انبي ولعيبه النادي الاهلي في ملعب واحد وده عايز يحتفل، الفكره كلها ان ده عايز بطوله وده عايز بطوله. لكن انا ممكن يبقى عندي فريق بياخد البطوله القطاعات كل موسم، لكن خلي بالك موضوع انبي والاهلي ده اتكرر قبل كده اهلي وزمالك برضه حصل نفس الموقف في نفس الملعب واحد بالظبط.
فانا اقصد اقول لحضرتك ان المسؤول اصلا ما بيعدش او في ضمن شغله او خططه مش عايز يعد لاعب يصلح لتمثيل الفريق الاول، يصلح للاستفاده منه بعد كده، لكن هو همه الاول ان هو يبقى في نهايه الموسم بيقدم. الحل يا كابتن ان زي ما قال الدكتور لازم تتخذ قرارات حاسمه بشطب بنتائج الانديه او الفرق اللي بتتلاعب في الاعمار. يبقى في حتى قرار تجاه النادي نفسه. في حاجه اسمها اشعه على الرزق بتتعمل. نعم. للعيبه الاشعه دي المفروض يا بلال تتعمل من اول الموسم بالظبط، والنادي اللي يطلع فيه من اول الموسم والنادي اللي يطلع فيه لعيبه مزوره او مسننه يتمنع مشاركته بالظبط. شكرا، ده الحل. لكن انت طول ما انت عمال تطبطب وتدلع هتلاقي الفرقه دي خلاص. هتلاقي عارف ليه بيطبطبوا ويدلعوا؟ ما اعرفش، بيحبوا نانسي عجل. طيب خلينا نروح معاك بقى دكتور بلال لدكتور ثابت للدوري العام، ونبدا بالاهلي وزد او زد والاهلي. هبدا بس مع ثابت الاول. الملعب المقاولين العرب مش من الملاعب المفضله قوي للنادي الاهلي، هل سيؤثر على اختيار التشكيل وطريقه لعب النادي الاهلي؟ يمكن يا كابتن زي ما حضرتك قلت ملعب المقاولين بيبقى عنده النادي الاهلي عنده صعوبه شويه، ارضيه الملعب مش احسن. الارضيه فله دلوقتي، هي المشكله دي الملعب. لكن الملعب صغير زي الفل. انا كان عندي تخوف مثلا من مباراه سيراميكا ان هي هتقام في استاد السلام، لكن بالشكل اللي قدمه النادي الاهلي في الشوط الثاني انا اصبح يعني التخوف من موضوع ان الملعب صغير ما بقاش موجود زي الاول. ممكن الموسم الماضي احنا لعبنا اكتر من مباراه على ملعب المقاولين، اشهر مباراه سيراميكا اللي حسمها قفشه في الدقائق الاخيره. النادي الاهلي واجه صعوبه، الفرق ممكن على ملعب المقاولين بتقدر تقف بشكل كويس، تضييق المساحات بيبقى بالنسبه لهم اسهل من ملعب زي ملعب استاد القاهره. ولكن اعتقد ان النادي الاهلي ممكن يا كابتن يلعب بشكل مغاير شويه، لعيبه تقدر تحل في التكتلات، ما يبقاش الاعتماد على لعيبه التحولات اكتر، لكن بتفكر في اللعيب اللي بيجيد الحل في التكتلات الدفاعيه او في المساحات الضيقه. ممكن بكره مارسيل كولر يفاجئنا بتغيير في مركز حراسه المرمى زي ما كنا بنتكلم انا والدكتور قبل الحلقه. هو دكتور ثابت قال لي ان هو عنده توقع. عندك توقع؟ ان ممكن مصطفى يبدا. ماشي، فكده النهارده جاي الحاجه ساعه. زود يا ابني الحاجه الساعه، يا ابني زود يا ابني الحاجه الساعه، ده انا هنقلبها بجاتوه كمان. زمان يا جماعه في الافراح عندنا كده في المناطق الشعبيه صندوقين بيبس ودستتين جاتوه وكده، واحد يعني بيلف بالصندوق. امال ايه؟ تك وفتح وحتتين جاتوه خلاص. لو حصل هنلف عليك الحلقه الجايه. اي حد يلعب طبعا هو وشناوي ماشي بشكل كويس، ومصطفى لما بيشارك دايما مصطفى دايما لما بيشارك بيبقى عند حسن ظن الناس كلها. يعني اذا الملعب محتاج لعيبه زي مين يعني؟ ما تقول لي كمل لي يعني. ممكن اعتقد ان قفشه ممكن لو شارك بكره هيبقى الموضوع منطقي شويه، لان شارك اساسي شارك من البدايه على حساب احمد نبيل كوكا، هتبقى في منطقيه شويه، لان احنا كنا بنتكلمنا في الحلقه اللي فاتت في مباراه قفشه لوحده. قفشه ولا انا بفضل طاهر طبعا، طاهر زي ما هو طاهر زي ما هو والشحات وسام. عايز بس قفشه على حساب كوكا عشان المساحات الضيقه. تعالى بقى قول لي التشكيله المتوقعه وطريقه لعب مارسيل كولر للاهلي. ماشي، المتوقع بكره يعني هو ممكن، هو في كلام ان هو ماشي ماتشين وماتش، ماتشين للشناوي وماتش لمصطفى. فممكن مصطفى رغم ان الشناوي طبعا كان هو نجم الماتش المباراه اللي فاتت. مصطفى شوبير او الشناوي الاثنين اللي ورا. هيبقى هنا بقى في نقطه مهمه قوي، قصه يوسف ايمن. يوسف ايمن الماتش اللي فات طبعا ما كانش موفق. هنا قدامه قرارين، كولر يا اما تحافظ. انا شايف يعني انا شايف ان ممكن احافظ على يوسف ايمن. انا شايف ان الناس برضو محتاجه تهدى عليه شويه يا جماعه. مش والله جدا شرحنا الظروف وعملنا اتصال مع كابتن سامي قمصان ويعني شرحنا الموقف. ده كان لعيب في المنتخب قطري. ما تحكمش يعني على مدافع من 45 دقيقة والفريق كله كان وحش وراجع من ارتجاج ومشكلة. الفريق الشوط الأول كله كان وحش بصراحة. وكان في مساحات وهو حتى. بس أنا عجبني كولر إنه دخل ما بين الشوطين. طبعا كان مهم. عايز أقول لحضرتك على حاجة مهمة كابتن. أنا أعتقد إن سبب تغيير يوسف أيمن بين الشوطين، اعتقد ان كولر كان عنده وقعه الموسم الماضي في مباراه البنك الاهلي لما اشرك عمر كمال عبد الواحد في مركز المدافع. مزبوط. وعمر كان سيء جدا تقريبا، كان واخر التغيير لا هو خلى عمر يكمل تقريبا لحد الهدف الرابع. وهو خرج في المؤتمر الصحفي كولر واعلن تحمله الكامل لمسؤوليه الخساره، وقال ان هو كان يجب تغيير عمر كمال هو المسؤول عن اشراك. فاعتقد ان كولر ما حبش ان الموقف ده يتكرر تاني. برافو عليك. المتوقع هيبقى خالد عبد الفتاح. ده متوقع لفكر كولر. هيبقى خالد عبد الفتاح ورامي ربيعه.
ناحيه اليمين اكرم توفيق، ناحيه الشمال هيبقى يحيى عطيه الله، هيبقى فيه ثلاثه في وسط الملعب، مروان عطيه وقفشه وامام، يبدا باللي نهى بيه في الشوط الثاني. نعم. وحسين الشحات وطاهر وسام ابو علي. طيب اروح لك لزد. صحيح تعادل المباراه الاولى امام الجونه وخرج بنقطه مكسب لانه علي لطفي انقذ ضربه جزاء، وانا اتفرجت على المباراه، زيد ما كانش في افضل حالاته، يعني زيد نهى الموسم مباراه هايله في نهايه الكاس امام بيراميدز في الدوري العام، عامل مباريات اكتر من ممتازه، تتوقع لزيد ايه وشفته امام الجونه ازاي؟ يعني يمكن كابتن مجدي عبد العاطي عنده مدرسه في التدريب ان هو ما بيحبش ان هو يتكتل دفاعيا، بيلعب بتوازن زي يعني ايمن رمادي. لا يمكن كابتن مجدي عنده توازن اكتر شويه. نعم. من كابتن ايمن، عنده فلسفه ان هو لو مش هكسب ما اخسرش. كابتن مجدي بيتفوق شويه في الحته الهجوميه، عنده الادوات اللي تساعده، عنده لعيبه زي مصطفى زيكو وعبد الرحمن البانوبي اللي اعتقد. نعم. ان هو ممكن يكون عنده فرصه بكره. عنده غياب عن مباراة الجونة عمار حمدي. نعم. المنتقل من النادي الأهلي، عمل مباراة جيدة في مباراة الجونة، ولكن هو اللي تسبب في ضربة الجزاء. بالظبط. نعم. لكن لسوء حظه ان عمار اصيب بعد المباراة في احد التدريبات وهيغيب عن مباراة بكرة. اعتقد ان ممكن يعوض غياب عمار بكرة حمدي علاء، لاعب اللي كان بيلعب في صفوف سموحة، وبعد اللي هو خارج اصلا. نعم. من الزمالك، لاعب مميز جدا في وسط الملعب. كمان البنوبي عنده فرصه، هو ما بداش المباراه اللي فاتت، عنده فرصه يبدا بكره. طبعا لاعب كويس، عندهم لعيبه كوره كتير قوي زد، عندهم طبعا الصغيري في وسط الملعب بيلعب على الدايره، لعيب كورته كويسه قوي. سامح ابراهيم الباك ليفت المنتقل من صفوف بتروجيت، ظهير ايسر ايضا جيد جدا، وكان عامل يعني مباريات كبيره مع بتروجيت في دوري المحترفين. عندهم اعتقد يا كابتن محمد اسماعيل طبعا ومصطفى العش، ثنائيه دفاعيه كانت من اميز الثنائيات اللي كانت موجوده في الدوري الموسم الماضي، والكلام كان عن انتقال الاثنين لانديه القمه. طبعا علي لطفي زي ما حضرتك ذكرت ان هو تصدر، وبالمناسبه. نعم. علي لطفي ده ثاني سيزون ليه يتصدر. نعم. ركله الجزاء في المباراه الاولى قدام الاسماعيلي. بالظبط. نعم. بس فازوا بقى الاسماعيلي 1-0. نعم. السنه اللي فاتت بالظبط. فعلي طبعا حارس. طيب. عنده خبرات، اعتقد ان كل اللاعبين. نعم. اللي موجودين عند زد، ولكن زد عندهم مشكله خطيره جدا لو جينا نستعرض بيها. لو حضرتك حضرتك ندخل على الحالات عشان خلاص قرب يجري يا جماعه نلحق. زد عندهم مشكله في وسط الملعب، اعتقد. نعم. ان النادي الاهلي لو استخدم بكره الثنائي امام عاشور ومحمد مجدي قفشه يعني عمق فضلكم. بص يا كابتن، ده شكل زد في مباراه الجونه. الجونه بص بيلعب دايما يا كابتن بدفاع، حتى المدافعين كلهم طالعين بعد. نعم. نص ملعب الجونه، اعتقد ان النادي الاهلي مع تطبيق سياسه الضغط العالي اللي احنا اتفقنا عليها في الحلقه اللي فاتت، قادر النادي الاهلي يستفاد من المساحات الكبيره اللي خلف زد. نخش على الصور سريعا، الصور اللي. نعم. اللي بعدها. بص يا كابتن، دايما هتلاقي مدافعي زد متقدمين بس في انا بحب كده الهجمه. طبعا ده شكل الحديث لكره القدم بالظبط كده. بص بناء الهجمه بتاعهم هم دلوقتي بكره هم بيعتمدوا على مصطفى العش. يعني لو رجعنا للصوره اللي قبلها، ارجع بس ثواني الصوره الاولى. ايوه، مين اللي معاه الكوره؟ ده مصطفى العش. ده لازم يتعمل عليه مان، لازم وسام بكره هو اللي يقرب له، لان مصطفى العش دايما بيلعب الطولي لشادي حسين. شادي حسين هو راس الحربه. لو خدت بالك هو دايما بيعمل شكل في مثلث في وسط الملعب، وشادي بيتحرك اللي عرضي. هو احمد الصغيري وحمدي علاء بكره، ومتى مجاسه. متى مجاسه حمدي علاء مكان عمار حمدي. فالثلاثه دول عاملين مثلث وبيكملوا يعني شكل المعين اللي هو الرابع بتاعهم شادي حسين. النهارده مين اللي هيمسك مصطفى العش ومين اللي هيروح مع شادي حسين؟ لان دايما الاهلي بيضغط دايما يا كابتن باثنين، امام ووسام دايما. في كل احنا معانا تشكيل زد لو ممكن نعرضه. يلا بسرعه ناخد تشكيل زد وناخد لقطات لانه احنا فاضلين تشكيل زد بكره في حراسه المرمى علي لطفي. نعم. محمد اسماعيل ومصطفى العش اتنين مساكين، طبعا اتنين مساكين ممتازين. نعم. وكان عليهم كلام كتير في الصيف. كمل حضرتك، هيطلع على الشاشه. علي جمال. نعم. ظهير ايمن. نعم. سامح ابراهيم. سامح ابراهيم ده اللي هو اللي اتغير. نعم. ايه في زد عن السنه اللي فاتت؟ الباكين لو ناخد. نعم. بان علي جمال ما كانش موجود كان في بيشارك كان بيشارك بس ما كانش اساسي. سامح ابراهيم جاي لهم السنه دي من بتروجيت، لعيب كويس. هو يعني مكان محمد اشرف. نعم. تمام. الثلاثه اللي في وسط الملعب، احمد الصغيري، حمدي علاء، ده مكان عمار حمدي لان. نعم. عمار حمدي اتصاب. اتصاب. متى. نعم. مجاسه ناحيه الشمال، ده اللعيب عنده 20 سنه. نعم. لعيب من موريتانيا. والثلاثه اللي قدام مصطفى سعد ميسي، هم عندهم اثنين ميسي، عندهم. نعم. مصطفى سعد ميسي وعندهم احمد عادل ميسي في. نعم. الاحتياطي. ومصطفى زيكو ناحيه الشمال وقدام شادي حسين. هات اللي بعدها الصفقات اللي جات لهم برضو نقدمها. الصفقات اللي جات لهم السنه دي زد، هنلاقي. نعم. ان في. نعم. حمدي علاء جالهم من الزمالك، ماجد هاني من الزمالك كان يا جماعه بتاع بلديه المحله اللي كان. سجل في الاهلي مش كده؟ كان. نعم. تعرض لحاله اغماء في المباراه. نعم. الاخيره في الدوري. نعم. الموسم الماضي. واحمد عادل ميسي من الاتحاد السكندري، عمار حمدي. سامح ابراهيم،
عبد الرحمن عماد ده صانع العاب قادم من انبي. دول الست صفقات اللي هم جابوهم في الصيف ده. عندهم لاعب كمان يا دكتور كابتن شوبير مميز جدا وعنده بيشارك في الشوط الثاني دايما ويلسون كاموني. نعم مهاجم جيد جدا جدا. ويلسون ولا ديلسون؟ ديلسون كاموني. كاموني كان في اسوان. ديلسون كاموني كان في ارقام مجدي عبد العاطي لو نستعرضها سريعا في الشوط الثاني. ارقام لا لا انا بقول له ارقام بص هنقول يعني في ارقام كابتن مجدي كنا لسه بنتكلم انا وثابت واحنا بنحضرها المعدل الخساره قريب قوي من رقم الفوز يا كابتن يعني بص حتى الفوز لعب معاهم 42 ماتش بالظبط كسب 17 تعادل يعني فوز 17 تعادل 13 خسر 12 النسبه بقى كابتن نفسها 40 40 كويس يعني فريق صعد من الدرجه الثانيه وخد السابع في الدوري وكان قريب من الاهلي يعني بالنسبه لاول سنه نهائي كاس ده حاجه ممتازه بصراحه يعني وبنزل خسر من الاهلي ماتشين في الماتشين منهم مباراه الاهلي شارك فيها شديده جدا منهم مباراه الاهلي شارك فيها بالصف الثاني بالصف الثاني طيب هل تتوقع مفاجآت بكره يا بلال في المباراه مفاجآت في النتيجه ولا في التشكيل في النتيجه في التشكيل لا زي في ما النتيجة انت لا في النتيجه انا واثق من قدره النادي الاهلي على الفوز ان شاء الله بكره واستكمال سلسله النتائج الجيده في الفتره الاخيره في التشكيل قادر وكان كهربا سجل هدف الاول وعبد القادر ماشي بشكل جيد في قطر وايضا حمدي فتحي شغال كويس وكل نجومنا المحترفين دكتور احمد ثابت بشكرك شكرا جزيلا شكرا لحضرتك وشرف ليا التواجد مع حضرتك ربنا يخليك بلال بشكرك شكرا جزيلا حبيبي يا كابتن احنا بنشكر حضرتك على الاستضافه ودايما بنبقى سعداء واحنا مع حضرتك بجد نورتوني وشرفتوني الله يكرمك صنع في مصر كابتن عادل عبد الرحمن ولقاء في كتير من الذكريات ومن الحاضر والمستقبل باذن الله بعد الفصل الاهلي يكسب ان شاء الله 3-1 ربنا يكرمه ان شاء الله ويبقى النجاح مستمر على طول باذن الله يعني باذن الله 2-0 باذن الله هيكسب 2-0 على الاهلي يعني 3-0 وسام ابو علي وامام عاشور وحسين الشحات الاهلي طبعا هيكسب 2-1 ان شاء الله المكسب لينا 5-0 نتمنى 3-1 مثلا يكون سكور كويس اتوقع 2-0 2-1 ان شاء الله 3-0 باذن الله برضو بامر الله يا ريت قفشه وحسين الشحات يعني حسين الشحات بقى له فتره لعيب مهم في الاهلي وغريبة ان هما بيجيش المنتخب خالص طاهر او حسين او قفشه ممكن ينضموا وانا شايف لعبهم كويس جدا اكرم توفيق لانه ده احسن واحد يعني ينفع ينضم حاليا لمنتخب مصر بالاضافه الى حاليا مستوى حسين الشحات عالي قوي 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 يعني ده اللي شايفهم حاليا في الوقت الحالي واعتقد بدون غبار على امام عاشور طبعا يعني حسين الشحات طاهر محمد طاهر ممكن في الوقت الحالي يبقى عمر كمال طاهر حسين الشحات مؤخرا برضو بيقدم مستوى كويس قوي 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 عمرو السوليه ممكن يرجع برضو مؤخرا رجع لمستوى شويه بدا يشارك وكعنصر خبره في المنتخب هيبقى حاجه قويه قوي 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 يعني قفشه من اللعيبه اللي المفروض انها تاخد فرصتها في المنتخب وشايف ان حسين الشحات برضو ادى اداء ممتاز في الماتشات الاخيره للنادي الاهلي حسين الشحات لازم يكون متواجد امام عاشور لازم يكون متواجد لعيبه كبار طبعا عندنا مشكله كبيره وثغره كبيره في مركز الباك رايت في مصر فلازم لعيب زي عمر كمال عبد الواحد لازم يكون متواجد في ماتشات زي دي عمر كمال المفروض ينضم للمنتخب عندنا عمر كمال حسين الشحات وقفشه امام عاشور وحسين الشحات ممكن قفشه